كوفيد، وبالتالي كان لزام على انه المرسل المغربي للسجون يعني تدخل بشراكه مع المندوبيه العامه من اجل الحد من هذا الوباء داخل المؤسسه السجنيه عبر مقترحات، عبر توصيات، عبر كتابات. كذلك تقدمنا من اجل الحد من ظاهره الاعتقال الاحتياطي في التقرير السنوي، باعتبار بان ظاهره الاعتقال الاحتياطي لا زالت تشكل عائقا، بحيث انه بلغه الارقام يمكن ان نتحدث على انه 43% من ظاهره الاعتقال الاحتياطي. مشكل اخر طرح او تم استخلاصه من خلال التقرير السنوي على انه العقوبات القصيره المده لا زالت مهمه داخل المؤسسه السجنيه، بحيث انه العقوبه ديال شهر او شهرين او ثلاث شهور اللي هي تتوصل واحد النسبه جد مرتفعه داخل المؤسسه السجنيه. ننادي من خلال هذه التقارير ومن خلال الخلاصات والتوصيات التي وصلنا اليها من اجل ازاله العقوبات القصيره المده وتبديلها بعقوبات بديله، بمعنى على انه القانون الجنائي اليوم خصو يناقش عقوبه القصيره المده، خصو يناقش كذلك ظاهره الاعتقال الاحتياطي بمعنى بدائل الاعتقال الاحتياطي. وبالتالي هناك مجموعه من الاتفاقيات الدوليه اللي يجب على المشرع المغربي ان يلائمها مع القانون الجنائي. كذلك تهتم هذا التقرير بابراز ظاهره ديال ذوي الاحتياجات الخاصه داخل المؤسسه السجنيه ونوع البرامج المقدمه لهم. كذلك هناك السجناء الاجانب داخل المؤسسه السجنيه، وبالتالي تقدمنا بتوصيات من اجل ان نصل الى انسان المؤسسه السجنيه بشكل اكثر انسانيه، هو ان يتم انزال بعض المواثيق وانزال بعض المعطيات داخل المؤسسه السجنيه. عدول المكتب التنفيذي المرصد المغربي للسجون وامينه المال، هذا النهار احنا بصدد تقديم تقرير سنوي ديال المرصد المغربي للسجون برسم السنه 2020. هي واحد العدد اب عليها المرصد منذ الانشاء ديالو. هذا التقرير كيتضمن الحالات ولي سيتوياسيون ديال المؤسسات السجنيه والسجناء والسجون في المغرب. كيجي التقديم ديال هذا التقرير هذا العام متزامن مع لا بانديمي اللي عاشها المغرب كما جميع دول العالم، اللي كتمثل في كوفيد 19. وفي التقرير السنوي تطرق لها المرصد المغربي للسجون باستفاضه، وتطرق كيف كانت الحاله وكيفاش عاشوها هذيك السكينه السجنيه والمؤسسات السجنيه مده في المده ديال سنه 2020. كيتضمن التقرير ايضا المعطيات اللي كناخذوها من عند المندوبيه العامه لاداره السجون فيما يخص السكينه السجنيه، بالنوع الجريمه، الفئات العمريه كلها، الفئات السجنيه بمختلفها كلها، بدءا بالاحداث مرورا عبر النساء السجينات، السجناء الاجانب، المحكومين بالاعدام. هذه المسائل كلها تطرق لها المرصد. المرصد في التقرير ديالو دائما تجيب واحد المساله مهمه وهي الشكايات اللي كيتلقاها دائما كل سنه، وهذا العام كيف ما دائما كيف ما دأب كيقدم واحد الاحصائيات على الشكايات اللي توصل بها وكيفاش تعامل معها في علاقته دائما بالمندوبيه العامه لاداره السجون. كيتضمن كذلك تقرير السنوي عده توصيات وعده ريكومونداسيون اللي كترفع المؤسسات اللي هي من ضمنها الانسنه ديال السجون، ان هاد السجناء خاص القوانين تكون كتلائم مع لي نورم اللي هما عالميين، خصوصا في المعامله الدنيا للسجناء. هاد الدراسات وهاد المسائل كلها كتعطي فرصه للمرصد المغربي للسجون باش يوقف عن قرب على الحالات اللي تعيشها هاد الفئه. ثانيا كتساعدنا تحسيس المجتمع المدني. اكثر من هذا اننا كاينين مؤسسات اللي هي ملمه ومهتمه بهذا الموضوع، حتى هي هاد التقارير ديالنا كتعطيها واحد الصوره باش كتكون صوره شامله، لانها كتشرح الاوضاع من جميع الجهات ديالها. كنقول على ان دائما التقرير السنوي كيشمل مجموعه ديال الاحصائيات بالارقام بالمؤسسات اللي هي 77 مؤسسه، وكيتطرق المشاكل اللي تعيشها السكينه السجنيه اللي هي الاكتظاظ اللي كيشكل 46% من السكينه السجنيه، وكيتطرق كذلك العقوبات البديله بزاف ديال الادوات اللي ممكن نقصوا منها من هذه الظاهره ديال الاكتظاظ.